فاعدا سيداتي سادتي لشوطنا الأول مفتوح الدرجات لجياد وافراس لثلاث سنوات بعد استبعاد جرين اوف تروث من الدخول التي لم تتمكن من دخول جهاز الانطلاقة. هنا 11 رأس تنطلق بهذه الصورة، عوارف تبدأ الانطلاقة في المنتصف مع محاولات لشهر أيضا من أبو المعارك من الخارج وشهر من الداخل وعوارف في المنتصف متقدمة ومطاردة ناصر المحمد الاسم الأبرز والمرشح لهذه المواجهة مع بالانس الذي يبدأ الظهور من الخارج برفقة أبو المعارك وكذلك مقدم بالخير مع السياج. هنا عوارف ومحاولات شهر أيضا في المركز الثاني وأبو المعارك ثالثا، ناصر المحمدية رابعا وكذلك مقدم بالخير خامسا، بالانس سادسا وسابعا لفوندر وكذلك محاولات الهاف الحمر. هنا عوارف التقدم بنصف رقبة تقريبا للصدارة للمركز الأول، المطاردة من قبل شهر في المركز الثاني. هنا سيداتي سادتي التنافس يجمع هذه الجمهور والمرات متنافسة في شوطنا الأول على مسافة الميل. ناصر المحمد يبدأ إلى المركز الثاني فيما عوارف في المركز الأول مسيطرة ابنة عالم مع استحداث لعادل لناصر للتقدم. ناصر المحمدية للمركز الثاني، فوندر يبدأ ذو الخبرة إلى المرتبة الرابعة كذلك محاولة قدوم مصباح الأمل. هنا عوارف لا زالت مسيطرة بالصدارة حتى الآن المئة متر الأخيرة. ناصر المحمدية الثاني، عوارف لا زالت تحافظ على تقدم انهمار لفوندر للدخول والمباغة على عوارف في هذه اللحظات. إذا عوارف تصل أولا سيداتي سادتي إلى خط النهاية في شوط تنافسي جمع جياد وافراس الثلاث سنوات في تحدي الميل انتهى لصالح رقم 11 عوارف لأبناء الملك.